السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. مقطع جديد، سلسلة جديدة في القناة. هذه السلسلة ورب الكعبة اني تمنيت من زمان اني اسويها. الفكرة هذه في راسي يعني تقريبا من قبل سنتين، من سنة 2021. انه عيسى يعني اذا صار عندك شوي متابعين خليهم يقولون قصصهم تمام، وانت قولها بطريقتك. قبل ما نبدأ المرة هذه اتمنى من كل قلبي انكم تستمتعون في هذا المقطع. طيب يا شباب نبدأ من اول قصة. اول قصة يا شباب من اي اسمه سي يا شباب، هذا شكله مرة يحب كريستيانو رونالدو. يقول لك في مرة كنت في الروضة فجأة جاء واحد جنبي يزق لي زرال والله. صدقني هذه الأشياء تصير. أنا أتوقع أنها صارت الناس مرة كثير يعني ورا الكاميرات يشوفوني تمام، وهذه يعني حتى أنا صارت لي يا شباب. يعني شفت ناس، شفت يعني في راسي الحين شخصين، والله في راسي شخصين يا شباب حرفيا سووها. شعيب قاعد يقول مرة كنت برحلة مدرسية، المراقبين والمدرسين دركونا الفترة يشترون أنا وأخوياي، شغلنا أغاني وأفسدنا المكان اللي كنا فيه. أوه ماي جاد. إلا فجأة أخوي انخرش وبدأ يطالع فيني هو خايف، إلا أشوف وراي ألاقي المدير جالس وماسك في يده عصاية ما يحتاج أكمل الباقي. الجلد الأبدي. أي شيء جواب أحبه راح أحط عليه قلب تمام. الشيخ زورة كاتب قصة جبت فيها العيد. كل يوم من يصير امتحان أجيب 90s، وفي امتحان مرة غلط فيه يا شباب حلو، وزعل مرة. وراح صديقه، وصديقه قال له إيش رأيك بما أن الفصل فاضي وما في لا مدرسين ولا الطلاب وكلهم طلعوا، إيش رأيك ندخل من جديد ونأخذ أوراقنا ونعدل على الإجابات. قال الشيخ زورة تمام. ويوم عدلوا يا شباب الإجابات جاء المعلم وصديقه غدر فيه وقال ترى إنه هذا يغش، اللي هو الشيخ زورو. قال هذه غش. طبعا الشيخ زورو تجمد من مكانه ولا تحرك، بس الحمد لله المعلم ما سواله شيء، بس الامتحان اخذ فيه صفر يا شباب كعقاب. وحقت على صديقي من ذاك اليوم لحد العين. والله يشوف يعني انا ما لوم صاحبك، يمكن صاحبك كان خايف مره وطرفك يعني حطك مخرج اول واحد، قال هذا الشباب اللي قال لي. يقول لك في يوم من الايام كنت ادور على شغل لان اهلي ما كانوا يعطوني اللي احتاجه، عجبني محل الكترونات وانا كنت متوتر فقلت له السلام عليكم، رد عليه وعليكم السلام. فقال عمي اريد شغل، فقال اني انا لا، قلت له اريد شغل، فقال ما اريد بنمرة احراج. اتوقع يا شباب ان هذا عراقي حلو. لا تتوقع ان اهلك راح يخلونك الدنيا جنة، او الدنيا بالعربي لونها واحد اللي هو ابيض ولا وردي ولا الحياة مشرقة. لا ترى اهلك ممكن ما يقدرون، فلا تضغط على اهلك. احيانا ممكن ابوك ترى ما يملك كثير، بس انه يقدر يجيب لكم اكل اللي يقدر يعيشكم لين نهايه الشهر. فالشيء اللي بقوله لك لا تضغط على اهلك، لا تضغط على اهلك عشان يجيبون لك اشياء هم ما يقدروا عليها. وانت حتى لو انت صغير تعرف ان ابوك وامك واهلك ما يقدروا يجيبوا لك الاشياء هذه، فلا تضغط عليهم. مره كنت اولى ابتدائي كنت رايح مع ابوي وصاحب ابوي واثنين بنات، وكان جالسين قدام الا تولي واحده منهم لما تكبر اتزوجك. انا وجهي حمر ابو صاحبك وانت ليش ما نسيت يا شعب؟ ها ليش ما نسيت؟ ها ليش ما نسيت؟ نايس والله هذه القصة حبيتها. ذي قصة يا شباب يا شعب شخصيتك حلوة والله، هنيك ربي. او ماي جاد، في مرة انسدحت وامي جنبي وما يحتاج اكمل. ما ادري احطها في المقطع ولا انا استحيت وانا اقول الشيء هذا، عيب المفروض ما اتكلم عن امك كذا معليش. يقول لك وانا اولى ابتدائي كنت اكذب على الناس واقول انا سبايدر مان، وكنت اسوي حركات ونقصت يلعن ابو الموقف المحرج يا شباب. تعلمت اني ما عاد اكذب. كويس انك تعلمت وانت في اول بداية انك ما عاد تكذب يا شباب حلو. يعني الكذب صراحة حبله قصير، تعود على الصدق. الله يعطيك الف عافية محمد على القصة والله حلوة يعني رهيبة للأمانة. يعني يقول لك انا عندي قصتين. الاولى قبل 7 سنوات في بيتنا القديم اجاء اعصار خفيف وانقطعت الكهرباء. على كل حال انا قمت حتى احط شموع في الصالون. او ماي جاد نايس، وما ادري شو تسمونه الصالون قصدك ممكن الصالة. ورحت نمت، لما صحيت وكنت انا اول واحد ما لقيت الا الشمعة ولا اثر للشمع، مع اني متأكد اني حطيتها زين وكنت مصحصح. او ماي جاد، تخيل بيتك مسكون، تخيل بيتك وفي جن يا شباب. انت استحضرت ارواح، استغفر الله عليه العظيم. ممكن امك ابوك اخوك الكبير اختك يا شباب شالوها، طبيعي ترى. يقول لك مره رحت اشتري ماوس، قلت له عمي اريد ماوس، كان معايا 5000 دينار. 5000 دينار احسه مره كثير. قال لي عندي وايرلس ب 750 دينار. انا قلت له لا حرامات، انا اريد ماوس بسلك جنت اريد اطلع. قال لي ما عندي. ايش السالفه البيض ذي؟ أسوأ سالفة على مر التاريخ. صارت لي في عرس أبوي كنت مشاغب ورائي مشاكل، الناس كانت فرحانة وتتراقص وتأكل إلا وأجيهم وأقطع على جدهم الكهرباء.
اللي تجيني بلسعه بالحزام اللي يجي ابوي قوم شرف قوم قوم. شباب اللهجات اللهجات صدعت براسي شباب، ماني فاهمكم والله ماني فاهمكم، بس اتوقع انه ابوي جلد وجلد الارض حرفيا، جلد ودعس ودعس. اقول لك لما صحيت قال لي يلا على المدرسه، اصلا عرس ابوي كيف يكون فيه؟ والله حلوه، والله انك هنيك يا روبي. مرة كنت أمشي في المحل ولما كنت بروح أشتري كنت شايف مجسم إنسان وكنت مسوي نفسي قوي وضربت المجسم وطاع علي. إيش تبغى؟ ولما قمت كان في علاقة ملابس مسكت سروالي، لا وقمت وطاح سروالي وماي جاد، وأنا كنت مو شايف إشي وكانت الأمور طبيعية ورحت كذاب ورحت الملح، إلا جاء حارس الأمن يقول لي برا المحل وين سروالك، وطالع تحتي شايف مو لابس سروال وقاعد اقول له خليني لحد يشوفني. يقول يلا امشي، وانا اجري بسرعه على برا المحل، وفجاه طحت والناس كانت تضحك علي. يا اخي كان الشعور زق، مره زق، شعور مره خرا ورب الكعبه. ايش الغباء ذا؟ كيف يعني طاح سروالك وانت يعني ما كنت حاس، ما كنت حاس شعور انه في شيء خفيف؟ يا شباب في يعني ما في سروال عليك. هي في واحد كاتب عمري ما فرحت، أمي مريضة بالسرطان. شوف أنا يعني بعطيك نصيحة لوجه الله، تمام؟ أنت ما بيدك أي شيء، أنت حرفيا ما بيدك أي شيء إلا حاجتين. أول شيء أنك تدعي ربك كل يوم كل يوم، الله يشفي أمي، يا رب أمي ترجع بالسلامة، يا رب قوم أمي، يا رب اجعلني أشوف أمي سليمة ومعافاة من السرطان، يا رب اشفي أمي من مرض السرطان. أتمنى والله من كل قلبي إن الله يشفي أمك بهذه الساعة المباركة يا كريم. أنا حاس فيك، أنا حاس بالشعور الصعب اللي أنت قاعد تحسه الحين، فأتمنى والله من كل قلبي يا رب يا كريم إن الله يشفي أمك ويقومها سليمة معافاة، وبإذن الله تشوفها ما فيها أي شر. والشيء اللي أبغاه منك يعني سوي أي شيء تبغى أمك في الدنيا دي سويها، بس عشان تكون راضية عليك، هذا الشيء يساعد من نفسيتها، وبإذن الله بإذن الله أن أمك زي ما الله ابتلاها بالمرض الخبيث هذا إن الله يكتب لها الشفاء العاجل يا كريم. يقول لك سلام عليكم، أنا وائل من الجزائر. أحس هذه القصة جواب محبوكة حرفيا. إحدى أيام كنت أنا وصديقي كنا رايحين نشتري بغبغاء لي، فأنا نسيت فلوسك، فأنا نسيت فلوسي قصده. والله يا شباب الإملة عندكم معطوب صراحة، يعني أنا قعدت أسلك إلين نص المقطع بس ورب الكعبة معطوب يا شباب، يعني أنا ما أدري هذه لهجتكم ولا الإملة والله. يقول لك فأنا نسيت فلوسي في البيت وما كنت أدري فرحنا نحب الطيور واخترنا واحد على ما أتذكر كان البغبغاء، هو خلاص جهزوا لنا وأنا كنت أحضر وأنا كنت راح أطلع فلوسي، ما لقيتهم وتذكرت إني نسيتهم، من ثم قال لنا فين فلوسنا، قلنا نسيناهم، فبدأ يصيح علينا ويقول يا شحادين، وبدأ يسبنا واجتمع الناس، وهناك أنا وصديقي انحرجنا مرة، حتى إجا رجل ودفع حق البغبغاء. أوماي جاد، قاعد يدعي له يا شباب، قاعد يقول الله يحفظه، وقال لنا يلا روحوا أنا بتولى أمره، ثم استلمني صاحبي وبدأ يهزئ فيني حتى وصلنا. وهذه كانت القصة، وأنا أحبك يا عيسى وأعتبرك زي أخوي. المهم حط لايك اشتراك على جرس التنبيهات، مع السلامة. شباب يا أخي الله يسعدك، والله حتى أنا أخسرت، لا يا أخي حرجتني والله.